نشكرك السيد النائب على طرح هذا السؤال. أولا بغيت نقول بأن الأسعار في المغرب ديال النقل أسعار غير مقننة وحرة. كانت واحد الوقت واحد الجمعية خرجت باش تقول بأنه تطلب من الأعضاء ديالها في شهر جوج 2022 اعتماد زيادة نسبتها 20%. بغيت نقول بأنه أولا هذا الشيء هذا تيتنافى مع قوانين المنافسة المعمول بها في بلادنا، وثانيا بأن هذه الجمعية هذه راه تراجعت على تلك الوعود. كيفاش دخلنا حنايا باش نقصوا شوية من ولا نحدوا من الزيادات؟ اجتمعنا مع المهنيين باش ندارسوا المشاكل ديالهم، ومن أجل تخفيف كيف تتعرفوا وباش الأثار ديال الارتفاع ديال الأسعار ما تأثرش بطريقة قوية على ثمينات النقل، تقدمنا بدعم استثنائي اللي تهم 180 ألف مركبة، بديناه في 23 مارس، وصلنا اليوم 145 ألف مركبة بنسبة 80% من العربات اللي كنا يعني بغينا ندعموها بغلاف مالي قدره 345 مليون ديال الدرهم. وتقدمنا ايضا مقترح المهنيين من شأنه مواكبه القطاع لتجاوز مثل هذه الظرفيه مستقبلا من خلال اعتماد مبدا المقايسه بين اسعار النقل والمحروقات في العلاقه بين الناقل والشاحن، علما كيف قلت في الاول ان اسعار النقل تبقى محرره بقوه القانون والعرض والطلب في بلادنا. شكرا.